أكرمنا المولى بالقرآن، عربي جاء بخير لسان، يهدينا نحو طريق النور، شوقا يدعونا يا إنسان. إعجاز قد فاق التعبير، وخيالك يبحر بالتفكير، اقرأ وتمعن في التفسير، من علم الله بكل زمان، من علم الله بكل زمان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، بعيث الحق الأمين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى الصحابة والتابعين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة والأخوات المتابعون لنا عبر أثير هذه الفضائية والمتابعات، أحييكم بأجمل التحيات وأفضل العبارات وألطف الكلمات، فسلام عليكم جميعا ورحمة من الله تعالى وبركة. حرفنا لهذا اليوم هو حرف الدال، وكلمتنا المختارة هي كلمة دين، وأسئلتنا المعتادة هي ما التأثير اللغوي لهذه الكلمة، وكيف ترد في سياقاتها اللغوية المختلفة، وكيف ينبغي لنا أن نفهمها في كتاب الله عز وجل. هذه الأسئلة وغيرها مما سيكون محور لقائنا لهذا اليوم. إخواني أخواتي، الدين لغة الطاعة والانقياد والجزاء والشريعة، يقال دان يدين إذا تأله وعبد وأطاع وانقاد، ودانه يدينه إذا جازاه وقضى عليه أو استعبده، واسم المفعول منه مدين والجمع مدينون. ومنه قوله تعالى: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، في سورة الصافات، أي أإنا لمقضي علينا بالبعث ومجازون. قال في اللسان: والديان اسم من أسماء الله عز وجل، معناه الحكم القاضي، والديان القهار، وهو فعال، من دان الناس إذا قهرهم على الطاعة، يقال دنتهم فدانوا، أي قهرتهم فأطاعوا. والدين اصطلاحا هو الطريق والمنهج والوضع الإلهي الذي يرشد إلى الحق في الاعتقادات، وإلى الخير في السلوك والمعاملات، أو هو وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. إخواني أخواتي المتابعين والمتابعات، ينقل الكفوي في الكليات
أن الفرق بين الدين والملة من جهة أن الملة اسم لجملة الشريعة، والدين اسم لما عليه كل واحد من أهلها. ألا ترون معي أنهم يقولون فلان حسن الدين ولا يقولون حسن الملة، وإنما يقولون هو من أهل الملة الكذائية، ويقال لخلاف الذمي الملي. انظروا معي كيف نسب إلى جملة الشريعة، فلا يقال له ديني. وتقول مستمع الكريم ديني دين الملائكة، ولا تقول ملتي ملة الملائكة، لأن الملة اسم للشرائع مع الإقرار بالله، والدين ما يذهب إليه الإنسان ويعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن فيه شرائع، مثل دين أهل الشرك. قالوا وكل ملة دين وليس كل دين ملة، فمثلا اليهودية ملة لأن فيها شرائع وليس الشرك بملة. والآن أيها الأحبة، ما الوجوه والقصود والمعاني التي ترد عليها كلمتنا في كتاب الله عز وجل، وكيف نوجهها في سياقاتها القرآنية المختلفة؟ هذا وغيره مما سنتبينه بعد الفاصل، فكونوا معنا. أعزائي، الدين في القرآن الكريم وما اشتق من مادته يجيء على 5 أوجه، وقيل على 10 وجوه، وذلك كالآتي: الوجه الأول التوحيد، ومنه قوله تعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، أي التوحيد. وقوله في سورة الزمر: فاعبد الله مخلصا له الدين. ومثله كذلك في سورتي لقمان والروم. وفي البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويستدل بهذه الآية معنا على النية، أي أنهم مأمورون بإخلاص النية في أعمالهم. الوجه الثاني الحساب، ومنه قوله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، أي مالك يوم الحساب، وسيأتي الكلام عليها لاحقا. وقوله تعالى في سورة النور كذلك: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقوله في سورة المطففين: الذين يكذبون بيوم الدين، أي بيوم الحساب. وجعلها ابن الجوزي في النزهة تحت الجزاء كما سيأتي. ومن الباب أيضا قوله تعالى في سورة الصافات حكاية: أئنا لمدينون، أي لمحاسبون. وقوله في سورة الواقعة: فلولا إن كنتم غير مدينين. وفي الأمثال يقولون: من دان نفسه ربح، أي من حاسبها أدرك الربح وفاز. الوجه الثالث الدين الحكم، ومنه قوله تعالى في سورة يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في حكم الملك وقضائه. قال أبو هلال: في طاعته. ومن الباب قوله تعالى في سورة النور:
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني في حكم الله تبارك وتعالى. قال صاحب النزهة: ويجوز أن يكون الدين هاهنا بمعنى الملة، وقيل لا تأخذكم بهما رأفة في طاعة الله، وقيل لا تأخذكم بهما رأفة فتقصروا في دين الله. وقد أودع الآية تحت معنى الحدود كما سيأتي أيضا. الوجه الرابع: الدين هو الدين المعروف، وهو المقصود في قوله تعالى بسورة التوبة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وكذا في سورتي الصف والفتح. الوجه الخامس: الدين فيه بمعنى الملة، ومنه قوله تعالى في سورة البينة: ذلك دين القيمة، يعني ذلك الملة المستقيمة. وأضاف ابن الجوزي على ما تقدم الآتي: أولاً الجزاء، ومنه قوله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء. وفي الصافات: هذا يوم الدين. وفي المطففين: الذين يكذبون بيوم الدين. وتقدم الكلام في هذه الآية أنها تجيء في نظر بعضهم بمعنى الحساب. ثانياً الطاعة، ومنه قوله تعالى في سورة التوبة: ولا يدينون دين الحق. قال ابن قتيبة: لا يطيعونه، وجعل أبو هلال منه قوله تعالى في سورة يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في طاعته. قال: وقد دان الناس لملكهم إذا أطاعوه، ومن ذلك قول الشاعر: لئن حللت بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فدكوا، أي في طاعته. ثالثا العادة، ومنه قوله تعالى في سورة الحجرات: قل أتعلمون الله بدينكم. رابعا الحدود، ومنه قوله تعالى في سورة النور: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وقد تقدم الكلام فيها. خامسا العدد، ومنه قوله تعالى في سورة التوبة: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، أي ذلك العدد الصحيح. هكذا قال. ويظهر جليا ما بين بعض تلك المعاني إخواني أخواتي من التقارب والترادف. وبعد متابعي الفضلاء، دعوني بعد كل هذا التطواف الماتع أن أختم لقاءنا هذا بالحديث حول الدين وفاعليته وحركيته في الحياة، بما هو المحور الرئيس في كل ما تقدم ذكره من اشتقاقات ومعاني. لقد سبق أن عرفنا الدين لغة واصطلاحا، وأضيف هنا بأن الدين بصفة عامة هو علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخر ويخضع له، فإذا وصف بها الطرف الأول كان خضوعا واستسلاما وانقيادا، وإذا وصف بها الطرف الآخر كان قهرا وأمرا وسلطانا وحكما وإلزاما. وإذا نظر إلى الرابط الجامع بينهما كانت هي الدستور المنظم لتلك العلاقة. والدين الإسلامي أيها الأحبة
هو الدين الذي ارتضاه سبحانه وتعالى لعباده. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسالة الدين في الحياة هي السمو بالعواطف والمشاعر وتهذيب الأخلاق والضمائر وتطهير النفوس والعقائد ورعاية كرامة الإنسان الذي هو خليفة الله في أرضه، والدفاع عن حقوق الأفراد والجماعات والسير بهم قدما نحو النور والهدى والطهر والخير والعزة والكرامة والحرية والأمان والأمن والسلام إلى مرضات رب العالمين. الدين هو شريعة الإصلاح، هو قانون السماء، وهو الناموس الخالد لدعوة التجديد والبناء والحضارة. والرسالات السماوية بعامة ورسالة الإسلام خاصة لا تعترف بأي وصاية أو حجر على العقل، ولا تقر ظلما أو عدوانا، ولا تلبس الأهواء والشهوات مسوح الدين، ولا تشرع ما ينافي ناموس الارتقاء. لقد جاء الإسلام فأيقظ العقل وعزز فكرة الإصلاح وحمل الحريات وكرامة الإنسان. لم يترك حقا إلا شرعه، ولا عدلا إلا فرضه، ولا فضيلة إلا أوجبها، ولا خيرا إلا دعا إليه. حارب الاستغلال وكفل حقوق الإنسان. إن الإسلام لا يزال حارس المدينة الأمين والمنقذ الأكبر للناس من الفوضى والانحلال، والداعي للنهضة والتقدم والرقي، والباعث إلى الخير والبر والإحسان والرحمة، والمقوم لأفكار المسلمين من الزيغ والضلال والهوى والشر، والحائل بينهم وبين المبادئ الهدامة والأفكار الباطلة. ولا يزال هو الساعد القوي لنشر الأمن والسلام والحب والتعاون في قلوب المسلمين. يثقف العقول ويهذب النفوس، ويحيي الضمائر، ويحفز إلى الخير والإخاء والتعاون والحب والسلام. لم يكن رسول الإسلام عليه السلام لم يكن يوما زعيما متعصبا، بل كان رؤوفا رحيما، يصل الرحمة ويحمل الكلة ويكسب المعدومة ويعين على نوائب الدهر. فلا بد إذن أيها الإخوة والأخوات من فهم هذا الدين كما ينبغي، واتباع منهجه العاصم من الانزلاق، وأن يكون سلوكنا في الحياة وفق نواميسه، حتى لا يظلم الإسلام بسبب جهلنا وتقصيرنا بتهم باطلة. وإلى الملتقى في حلقة قادمة، أترككم مع مادة جديدة ومعالجة أجد، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. للجنة غايات المقصود، بشراك أيا قلبي الموعود، من فيض